يمكن كمان النادي الاهلي كان عنده شيء مهم جدا، وانا بشوف ان يا جماعه وسط اللي كنا بنتكلم عليه فيما يخص منظومه الرياضه المصريه، انا بشوف النادي الاهلي خارج النسق. دايما كده لما بحط النادي الاهلي في معادله الكره المصريه بكتب جنبه كلمه استثناء طول الوقت، لان حاجه من الاتنين، يا تيجي تقول انت عندك تجربه كره القدم في مصر مثلا زي ما تتكلم عن التجربه الانجليزيه او كتير جدا من الدول، تيجي تقول انا عندي منتخبات بتحقق كذا، عندي دوري قوي عوايده كذا، عندي حقوق رعايه بتيجي للانديه كذا، عندي بطولات بتحققها الانديه كذا، وتبدا تتكلم. او تيجي تقول انا عندي منظومه فيها فعلا مشكله ولكن عندي استثناء هو النادي الاهلي. ده اللي انا بشوفه دايما، بحط جنب النادي الاهلي هو استثناء خارج سياق المشهد الرياضي. يعني ايه؟ يعني بعض الامور اللي حصلت في الكلام عن الكره المصريه الفتره اللي فاتت انزعج منها البعض. انا في شخصيتي وفي فهمي للنادي الاهلي دايما بدي امثله، انا ما بحبش اللي بيتكلم كتير، يعني انا ما بحبش اللي يرد بالكلام، وما بحبش دايما اللي بيرد وهو مش حامي ظهره بامور فعليه وعمليه تخليه يقدر يستفيد من ده، وتخليه يقدر يرد على اي حد، وتخليه يقدر يرد بالارقام. عشان كده لما الكلام ازعج البعض طلعنا قلنا فيما يخص النادي الاهلي لا ثانيه واحده، ده في 1 2 3 4. النادي الاهلي بيواصل انه بيدي دروس مبطنه، النادي الاهلي بيوصل رسائل ضمنيه. لما يخرج النادي الاهلي هنستعرض الامور اللي اتكلم فيها على مدار الفتره الاخيره، ده رساله للقائمين على الكره المصريه، ما ينفعش ده. لما النادي الاهلي يطلع يرسل خطاب لاتحاد الكوره بيستفسر عن موعد ومكان السوبر ولوائحه وجوائزه الماليه وكل الامور اللي تخصه، ما ينفعش ده. مش ما ينفعش اللي بيعمله النادي الاهلي، لا، ما ينفعش اللي بتعمله منظومه الكره المصريه. النادي الاهلي بيدي درس يا جماعه، لو احنا زعلانين من الكلام اللي بيتقال نبدا ناخد خطوات عمليه، نبدا نتكلم في شكل بطولاتنا وتنظيمها وجوائزها ولوائحها والنظام بتاعها وكل ما يخصها والمواعيد بتاعتها، ما نفضلش طول الوقت بنتعامل بشكل عشوائي. دي رسالة من النادي الأهلي للمسؤولين، بدون ما ندخل صراع وبدون ما أنا أبدأ أتراشق وبدون ما أنا أتاخد لحتة. البعض دايما بيصدر النادي الأهلي هو اللي يتولى فكرة الخناقة دي، لا، النادي الأهلي ما بيتخانقش. النادي الأهلي بيقولك بص النظام اللي انت محتاج تعمله. ورسالة أسامة شفناها من النادي الأهلي في عدة حاجات الفترة اللي فاتت خارج نسق كل الناس المشتركة اللي هي بتجاري العشوائية. أحيانا عندك حاجة من الاتنين، لما يكون عندك أمور عشوائية جدا يا تخرج خارج إطار العشوائية دي وتقول ثانية واحدة ستوب في عشوائية، يا إما الأسهل إن ما كل الناس عشوائية، طب ما يلا إحنا كمان نرتجل. وأنا بشوف إن المنظومة بالكامل يا أسامة خضع لفكرة العشوائية باستثناء النادي الأهلي اللي بيحاول يحدث نظام. ده احنا عندنا كلام يا فارس اتكلمناه الحلقة اللي فاتت عن اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد، بالتأكيد يعني هنعمل أبديت للكلام ده لأن في مواقف اختلفت وتغيرت، ولكن الحقيقة أنا شايف إن النادي الأهلي بمنتهى الوضوح بيقوم بدور ربما يكون مش دوره. ده حقيقي. لأن أنت المفترض اللي بيدير المنظومة الرياضية أو اللي بيدير المسابقات أو اتحاد كرة القدم هو اللي يكون عنده القصة دي واضحة. يعني إيه؟ يعني انت دلوقتي مقبل على بطولة سوبر، سمعت تصريحات فردية من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، البعض كان بيقول لك هنلعب بطولة السوبر بشكلها القديم اللي هو بطل الدوري وبطل الكاس او ايا كانت اللوائح وقتها، لما يكون بيتشابه بطل الدوري او هو نفس بطل الدوري هو بطل الكاس، وبطولة اخرى كانت هتسمى السوبر النخبة. فطلع طب مين يا جماعة اللي هيلعب البطولة دي ومين اللي هيلعب البطولة دي، وانت عندك كم من مباريات هائل جدا الموسم القادم وعندك امم افريقيا كمان، هتعملها ازاي؟ وعندك البطوله اللي هيشارك فيها النادي الاهلي المستحدثه في الكاف، انت اصلا جالك خطاب رسمي مش هتلعب بين المباريات اي مباراه محليه، طب الموسم ده هتعمله ازاي؟ ده رقم واحد. وعندك كمان مؤجل كاس مصر دور نصف نهائي ونهائي. طيب النقطه الثانيه، ازاي انا كاتحاد مصر لكره القدم يبقى في جهه اخرى، مع كامل احترامنا وتقديرنا بالتاكيد للجهه الاخرى، هي اللي تعلن عن البطوله وتتحدث عن البطوله لمده 4 سنوات وتبدا تتكلم عن البطوله ولوائح البطوله. فالنادي الاهلي بيقول يا جماعه أنا بطل الدوري وبطل الكاس وبطل السوبر، أنا بطل كل المسابقات المحلية اللي اتلعبت، فأين دور الاتحاد المصري في توصيل لوائح البطولة؟ ده طبعا
الاهلي بيطلب بطلب رسمي من الاتحاد الكره موعد ومكان السوبر. خلونا نقرا لحضراتكم الخطاب عشان تكون الامور واضحه. ارسل النادي الاهلي خطابا الى الاتحاد المصري لكره القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطوله السوبر المحلي التي تقام سنويا من مباراه واحده بين بطل الدوري والكاس، لان الاهلي ما وصلوش جديد. وزاد الاهلي في استفساره عن لائحه البطوله والحقوق التسويقيه والجوائز الماليه الخاصه بها، وعما اذا كان هناك تعديلات جديده قد طرأت على نظام البطوله المعمول به في المواسم الماضيه. جاء ذلك لتوفير كافه المعطيات اللازمه للجهاز الفني للاهلي حتى يقوم بالترتيبات الاداريه والفنيه وفق مشاركات الفريق المقرره في الموسم الجديد محليا وقاريا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النادي الاهلي ما بياخدش غير بخطابات رسميه. وانت كاتحاد كوره رحت اتفقت على بعض البطولات وطلعت تصريحات فرديه. انا كنادي اهلي اعرف منين موعد المسابقه؟ اعرف منين المعايير؟ طب بالنسبه لمسابقه الدوري والكاس السوبر القديمه دي، هي لو تقام يعني شكل السوبر هيقام بالشكل ده ولا هيقام من اربع فرق؟ طب بالنسبه للفرق المفترض توقع لها عقوبه، بمعنى ادق هي ليه ما وصلتش العقوبات لغايه دلوقتي؟ وليه الاتحاد ما اعلنش عن العقوبات لغايه دلوقتي؟ فبالتالي النادي الاهلي بيذكر في خطاب رسمي الاتحاد بدوره. انت عندك مسابقه جديده، جهات اعلنت، بعض الاعضاء طلعوا بشكل فردي تحدثوا في الميديا، مفيش حاجه جات للنادي الاهلي وهو بطل المسابقه. فقصه صعبه جدا، واعتقد مش ده الدور او ده الخطاب اللي النادي الاهلي وجهه. لا، النادي الاهلي كمان يعني برغم فوزه بالمسابقات المحليه تحدث عن تطوير التحكيم. النادي الاهلي حتى بيرسل خطاب للكاف يتحدث عن موعد السوبر. كل دي خطابات ارسلها النادي الاهلي قبل بدايه الموسم عشان يكون في استراتيجيه واضحه امام المدير الفني، يحط احمال بدنيه، يحط مواعيد تدريب، يحط مواعيد راحات. كل ده لازم اتحاد كره القدم المصري لو بالفعل حريص على ان المسابقه ما يبداش حد يتحدث عنها بشكل يسيء للاتحاد المصري او يسيء للمنظومه الرياضيه، لان لا احد يستطيع الاساءه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي ببطولاته بمورساته بتاريخه بمشاركاته الحاليه بفلسفته وبسياسته وادارته لا احد يقترب من النادي الاهلي وفق المنظومه الرياضيه. انت الكلام بيجي على المنظومه، الكلام بيجي عليك انت كمسؤول، ويا ريتك في الاخر بتتخذ موقف الغاضب، بالعكس ده انت بتروح تشارك في اللي بيحصل ضدك وكانك مش موجود.